الآن مع هذا الرالي متجهين إلى البرتقال. السواق أبو سيف الحقيقة استمتعنا جدا بهذا الرالي الرائع الجميل. بيض الله وجهك أبو سيف، ما قصرت كله علشان برتقال، لا تعب من أجله، يستاهل والله التعب. يا سلام، بس الحقيقة الرأس يقول كذا، لكن وناسه انتبه يا أبو سيف انتبه. يا سلام، طريق وعر مرة. نقف هنا، شوف الحين هذه الضرعان حقت الحريق. وقف يا حمد، خلنا نصلي الحين شوي. لا اله الا الله، الحين حنا قبلنا على الحريق، وهذه الضلعان الشاهقة حقت جبال طويق. شوف هنا بالوادي، هذه ارض الحول وارض الجبران. شوف وعرة صح. طبعا جينا مع الطريق مختصر كلها تستاهل حقيقة، اكتشافات حلوة. مشكلة، جينا نطلع وقف الطريق، لازم نرجع منك الله يعين، وترى تعبنا وحنا صور لكم هالفيلم. عاد هذا ما ادري وشو ذا اللي حاطينه. تمام، هذه محافظة الحريق تحت. نطير ناصل ولا وشلون؟ لا لازم ننزل مع طريق اخر، هذا طبعا يزينونه. شوف هذا الطريق، نبي نروح مع الطريق الثاني. لحظة يا محمد، لحظة، جينا لحظة يا بقايا الروح، لحظة يا محمد، شوف المعنى. ها يلا يا محمد، هذا الحصون القديمة، هذا يا طويل العمر طرق قديمة كانوا يرضون الجبل عن طريقها، نفس طرق القوافل القديمة. شوف حنا الحين نزول كذا، ها الله يستر، كله من اجل التصوير لكم البرتقال. حنا مسوين نفسنا اختصار ورحنا مع طريق وعر، لكن ليته والله ماشي مع الطريق السريع احسن وافضل، لكن اكتشافات. السمر واجد هنا، والطلح والسيال واجد انواع واشكال. شوف يا محمد، اودية ضخمة هذا القديمة. شوف وعره، ها الطريق بعد مسدود، والسيارة صارت كلها غبار، صرنا شهبان اللهبان، لكن ما عندك مشكلة، كله من أجل البرتقال. هذا طبعا طريق يبون يسوونه جديد، ينزل على طول للحريق، وحنا قلنا نطلع مع هالاختصار هذا، لكن ما بعد زان، وسبب في بعض الطرق من سده. الظاهر أن توهقنا، وقف الطريق ولا نقدر ننزل، وهذه الحريق تحتنا، في سيارات بعد مثلنا جايه، هذول الشباب مثلنا متوهقين، نبي ننزل وشلون؟ مالنا الا انت لها رجليه، والله مشكله. هذه وين طريق القوافل؟ الظاهر نبي ننزل معه. هذا طبعا درب عجلان، وقفنا ما عاد نقدر ننزل، لقانا الاخ الكريم من معي، مبارك من عبد الله التميمي، والنعم والله الحقيقه قالنا ان حقيقه عين فراش وعين الحافه جيد، الحين ما لقيت الخط فتبون تمسون عندنا وعشاء وهداء، والصبح نوديكم ونردكم. اللي فيكم خبر يبا، بيض الله وجهك. بس احنا نبي نلحق على مزرعه، ضاع الوقت. وهذا درب عجلان، ها ابو فرح منصور الراجحي. منصور وش رايك بالمغامره؟ لا لازم الرحلات بدون مغامرة زي كذا ما تحلو والله، لازم نغامر، ها لازم نغامر. وقفنا السيارة، وهذا انا نبي ننزل، وابو ابراهيم المشاري تحت، نوقف السيارات هنا. يلا هذا تحت يقول هذا اني انتظركم. بسم الله، مع هالدرب القديم، الله من واحد كد مشابه الان بالقبر الله يرحمهم مسكنهم الجنة. شوفوا الدنيا درب مثل هالدرب، هذا كل اللي يصير عليه. هذا الطرق القديمة للقوافل والمارة، على اساس ينزلون من جبال طويق الوعرة. شوف كيف يا جماعة، مرصوف رصف رائع جدا. يا سبحان الله، ابداع الانسان، حاجة هي ام الاختراع. شوف ينزل الى تحت، وهذا الدرب كأنها سبحان الله مدرجات رومانية، تنزل ولكن تحذر. عاد
هذا السمر. تمام يا سلام، شوف شو الطريق. الله يا الغار، الله من وبر، الله من وعل. زمان كانت الوعول هنا بكثرة، موجودة الآن في محمية الحوطة للوعول. انتبه يا مشعل يبو. ايه هذا مشعل، انتبه يا مشعل، انتبه يبو. اوه شوف، يلا شوف الرصف كيف، وهذا الشباب. يلا يا عيال، يلا يا عيال، عشان تغطية البرتقال يستاهل. اوبا، اكتشاف. واحات متشابكة، بيوت اثار قديمة جدا. الان هذا الطريق بدينا ناصل في الحريق، عند الحريق. طبعا هنا تدور حول الجبل بشكل دائري، شوفوا هذا الطريق، ثم ينزل بك على طول. هذا الصغار الله يستر عليهم، وهذا الطريق حتى يصل. هذا واحد من الاخوان استقبلنا، بيض الله وجهه. من معيبه؟ محمد ابراهيم المسعود. المسعود والنعم والله، استقبلنا بالماء، بيض الله وجهه. الحريز هذه، وهذا بردقان الحريز بعد. شوف 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 شوف، شفت جاي من المعرض لنا، بس انه شبنا مع ذا الجبل. ايه انتم كنتوا فوق ها؟ كنا فوق جايين من الرياض منك، وقفنا موترنا وحولنا. وانتم مثلنا ولا نسيتونا؟ ولا نسيناك. بيض الله وجهكم، شكرا يا سيد. والنعم والله، والنعم والله يحييكم. والنعم والله جايبهم سام، هذا وسعد ودعمنا جايبونا. بالعكس الله يحييكم يا رجال الحريق. الله يحييكم. ابد انتم اهلنا يبا، اهلنا وديرتكم ابد، هذه ديرتنا ما يحتاج. انتم هذا الكرم يبا، ما احنا ما جينا نجربكم، انتم معروفين يبا. وهذا هذه بادره طيبه جدا، جزاك الله خير. ادعوا له يا جماعه، ادعوا له وادعوا لهم كلهم، هذول يستاهلون. بيض الله وجهه محلكم ودياركم. شكرا شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا يا سيد، يعطيك العافيه. شكرا حبيبي يا هلا. وهذا رفيقنا ابو ابراهيم. نعم هذا خوينا ابو مسلى المشاري. بيض الله وجهك يا هلا. يا هلا مرحبا. الله يحييك يا اخوي. زين جيتنا، الله يرحم والديك. يلا مشينا، رجعنا خلص. يلا يلا مشينا مشينا. يلا يا عيال، يلا يا عيال، يلا 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 يا عيال، مشينا. جو جو. هذه مزرعات خضراء، شوف 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 العالم كلهم جايين على اساس مهرجان الحمضيات في الحوطة والحريق. شوف زحمة زحمة، العالم ناظر. شوف ورق، ايه هذه المهرجانات الصح، هذه اللي تنفع البلد، وجهة سياحية صح. وهذه البنبرة شفتوها، هذا الموز طبعا مجانا، هذه الجوافة مجانا، ادخل واقطف وكل على كيفك. شفن هالجلسات من احسن ما يكون، اقطف وكل مجانا. شف هذه المانجا وورد الجوري، يا سلام. وهذا اللوز، النخل الباسق، اللوز والقشطه كلش موجود. عليكم السلام. شوف شوف الزحمه، شوف الجلسه، الله يرزقه يا رب، الله يرزقه. شوف الجنس، ها شوي. هذا اليوسفي حاطه دله والقهوة على الطاولات كلهم، شلسات. وهذه شجار اللوز، هلا الحضارة. هذه اللوزة، الله يحييك.
فهد بن محمد بن سعد. معنا هذا الأمير الرائع جدا اللي يشارك الحقيقة في هذا المهرجان، اللي يشارك من أجل خدمة الوطن، هم بيض الله وجههم ما قصروا في الحقيقة، عطونا أشياء رائعة جدا. نشكرك جزيل الشكر على تفاعلك، ونشكر أيضا صاحب المزرعة، ونشكر الحضور الكريم اللي تفاعلوا من أجل خدمة هذا الوطن الغالي في كل ثمرة في كل نبتة. شكرا لكم، شكرا لك طول العمر. شكرا لكم جميعا، وشكرا للإخوان والقائمين على المهرجان وصاحب المزرعة، والله يوفقكم، وان شاء الله من افضل الى افضل باذن الله. حياك الله وجهك. الله يوفقك ان شاء الله جميعا. حضورك ابو فيصل وزياره مزرعتنا شرف لنا. انا اللي تشرفت فيكم جميعا، الله يطول في خدمه الوطن، الله يبارك فيك وولاة امرنا، طول عمرك يا عمار. حياك الله وجهك. هذا اخونا سعد الختلان صاحب المزرعه اللي فتحها سبيل، وشوفوا يا جماعه الله يجزاه بالخير ان شاء الله. كل يدعي له، كل يشكره في الحقيقه، بيض الله وجهه. وايضا الأمير اللي جاء من بعيد على أساس يشاركنا هذه الفرحة، وأيضا الإخوان كلهم، هذه فرحة للوطن أجمع. شكرا لهم، شكرا لمن بنى، من زرع، من أعطى، جزاه الله خير يا رب دنيا وآخرة، نحن معهم قلبا وقالبا. شكرا لكم، جزاه الله خير. شكرا لك. هذه المزرعة غابة ما شاء الله، لا إله إلا الله، غابة أشجار اللوز، يا الله الله يجزاه الجنة يا رب، الله يجزاه الجنة. شوف غابة ظلام ما تشوف شيء، شوف تشوف أشجار الموز تحت النخيل، وشوف الإضاءات، الله يجزاه خير، والثيل تحت، العوائل، أشجار التفاح، شوف هذه أشجار التفاح. ها المحطمين اللي يقول ما ينبت عندنا شيء، ما مرة، شوف ها وشلون الرجال ما شاء الله طلع عنده كل شيء. أهم شيء فيه عزيمة، وتعرف ما هو بتزرع على عماها، شف التينة، شف ناظر التينة اللي يقول ما يطلع التين، هذا التين ها ما شاء الله، شف شف شف، بس يبيله مكان طلع. طبعا نحن في وقت الشتاء يتساقط أوراقه، لكن لو تجيه بالصيف يا سلام، ومطلع تراها الآن. شوف يا جماعة، شف الموز، الموز الموز، شف ما شاء الله، شف شف بنانة، شف يا سلام يا سلام، توهم بعد سويت عاد، هذه سكر عاد، ما شاء الله ما شاء الله، خلاص لساني تلعثب ما عاد يقدر يتكلم، ما شاء الله لا اله الا الله. تعال عن شغلي، تعال هذا اليوسفي ما شاء الله متساقط من كثره، شوف ما شاء الله، شوف شوف شوف، تعال تعال شوف اليوسفي، يا سلام، يقول بس اقطف وخذ، اقطف وخذ كل، استانس بالعافية، الله يبرد عليه بالجنة يا رب، هذا الكرم الصحيح. هذول أهل الحوطة معروفين بالكرم والطيب والحريق. الدنيا صارت ظلمة بشكل انحميت من لذتها. يلا شاي، من يقول ما في موية؟ أنا في بعضهم يقول أصلاً عنده برتقال يصير ناشف، شف ما شاء الله لا إله الله. هذا بس على أساس الناس تتكلم وتقول ما ينجح عندنا شيء، لا ينجح عندنا شيء، هذه ثروة بلادنا. على فكرة ترى أرض الجزيرة العربية من أروع الأراضي، ناقصها علمة، وراح تشوفون إنتاج، بس كل منطقة يناسبها زراعة معينة. منطقة الوسطى والعلا ممتازة برتقال فيه والحمضية، أيضا منطقة نجران مناطق كثيرة في الحقيقة. شوف شوف يا رامي، شوف شوف ما شاء الله، صور صور. الآن طبعا وقت المغرب، معليش الإضاءات شوي احنا غامقين باللون على أساس وقت الغروب، وأيضا الغابة اللي أنا فيها. شوف يقول اقطف وخذ، بعضهم عاد طماع يشيل يشيل يشيل، اقطف كل، شبعت كل، يا الله لك الحمد، ادع لهذا الرجال وامش واذكره بالخير، وعلم الناس كذا، شوفوا أهل الخير عندنا. من قال إن السعوديين ما فيهم خير؟ السعوديين والعرب والمسلمين فيهم خير، بس الإعلام ما يطلعه. سعد الختلان يشهد بالله إن يا الله بالله طلعت تو منه، الغداء العشاء ما يصير، رجل كريم، رجل، شوف هذا هذا من كرمه. بعض الناس يسكر على مزرعته ويموت، أنا ما أقول افتحها طول السنة للناس خلهم يكسرون يخربون، لكن يا أخي جزء بسيط مثل ما الله عطاك عطى الناس، تراها والله زايلة، والله زايلة، وأنت زايل من هذه الدنيا، ما يبقى لك إلا ذكر الطيب. شوف الرجال ما يسمعنا الآن، بعيد عنا، لكن قاعد أمدحه، أبيكم تدعون له، اتركوني أنا
ادعوا لهذا الرجل، هذا اللي يستاهل المدح، خفلان وغيره من أهل الخير اللي موجودين في بلادنا الحبيبة، يا كثرهم من أمراء، من مواطنين، من تجار. الخير يا جماعة في كل بلد، جزاهم الله ألف خير. هؤلاء اللي فعلا يخدمونا، هؤلاء اللي يعني ما أقدروا شيء خلاص. شوف هذه مسويها للطيور، تأكل يعبيها وتأكل الطيور، يعني رجل خير للحيوان والإنسان، بيض الله وجهه. يا سلام، شوف هذه غابات من الحمضيات، تعال. طبعا اللون لا تأخذونه الآن، وقت المغرب قرب، وأيضا ظلال من هذه الأشياء. تعال ها. تعال مشعل، مشعل هذا مشعل قبل شوي ضيعناه من الزحمة وشو الحين مسكناه. تعال شوف، شوف الحمضيات، شوف صور 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 اليوتيوب، صور. يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله، لا إله إلا الله، شوف صور الحمضيات ما شاء الله، من كثرة متساقط. الناس من اليوم تأكل، الناس من اليوم تأكل وتدعي له. كذا واحد وأنا أمشي كلن يقول الله يرزقه، ما شاء الله الله يرزقه. هذا الدعاء صح، هذا اللي كل إنسان يتمناه. أنا ما أدري في بعضهم البخيلين اللي عنده خير وعنده دراهم. شوف شوف الغبار، شوف شفت المنظر، ما عليه. اللي لابس أسود مشكلة، بس شايفكم حركات ها، من قلب الطبيعة، من قلب الصحراء. هذا اليوسفي شفتوه، طبعا اليوسفي ميزته قشره لين، في بعض الدول أثبتت بعض الدراسات أن قشرة اليوسفي مفيد لأمراض السرطان. الله يكفينا ويكفيكم شره يا رب العالمين، ممتاز جدا القشر، لكن لازم تغسله، أن بعضه فيه مواد كيميائية أو مرشوش. لكن ميزته عن البرتقال أنه سهل التقشير، بسرعة تقشر معك اليوسفي. بعض اليوسف فندي صغير شوف، وبعضه كبار، لأن فيه نوع مغربي ممتاز جدا. الحقيقة هنا جتني تخمة هنا من كثر ما ناكل من الحمضيات والبرتقال، الحقيقة شيء آخر. أنا ودي أنكم معي هنا، لو أنكم معنا وتشوفون هذا الشيء يعني خيال، كأنك بحلم. ما حد يصدق أن في هذه الصحراء القاحلة يوجد هذه البساتين الرائعة، في هذه الصحراء القاحلة تنبت هذه الأشجار الحمضيات. الله أكبر، يا سلام. تعال تعال شوف شوف الغابة هنا، تعال شوف، تعال معي، شوف 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 ما شاء الله ما شاء الله، شوف اللون الأخضر، شوف قشور الأقشور بالأرض من كثر الناس ما تأكل. الكثير من الطيور طارت هنا، كل هذه مليانة حمام وطيور. طبعا الرجل ما شاء الله راح يجيها الأجر من طيور، من بشر يأتون هنا، يعني وهنية على الأجر، الله يجزاه ألف خير. تخيل تحطها في بيتك هذه الأشياء، لو وضعتها بالبيت كل واحد يضع عنده بستان صغير مثل كذا، تحط لك جلسة تنبسط، والله العظيم لذة الدنيا. ترى الحمضيات ناجحة عندنا، تراها ما تشرب موية كثير، يعني مو مثل بعض الأشياء تشرب، ولكن حنا نسقيها بأسبوع يا طول العمر ثلاث مرات أو مرتين بس يكفيها. بعدين الشجرة خضراء، الشجرة لا تسبب حساسية وكثيرة وفيرة الإنتاج. وشوف منظرها يا جماعة، شوف ناظر المنظر، ناظر المنظر، الشجرة من أحسن ما يكون. عاد لو تغسلها ترشها كذا بالمرش صارت من أجمل ما يكون، لكن حنا تملينا طبعا لأن في بعض الأوراق غبار. وطبعا هذه ضريبة اللي يلبس أسود، لكن الواحد نسى لبسه ونسى كل شيء لما يشاهد هذا المنظر الجمال اللي فعلا نفتخر فيه في كل دول العالم. شوفوا دول العالم، بعض الهنود جايين ينقلون صورة حسنة لبلدنا برا عندهم، شفنا يصورون يمدحون يتكلمون عن هذه المزرعة، جزاهم الله خير. هؤلاء الجاليات لازم نحترمهم على أساس ينقلون شيء رائع جدا لهذا البلد، وأيضا نحن مسلمين، فلما ينتشر هذا الشيء عرب راح يأخذون الناس فكرة رائعة عن العرب وعن الإسلام. هذه طبعا الأفلاج، سميت الأفلاج على هذه الموية، فلج
ألا وهو نفس الساقي، نفس المسار تمشي فيه المياه تذهب إلى جميع المزارع. مدينة الأفلاج اللي فيها جبل تباد اللي كان فيها قيس الشاعر المشهور تغنى في هذه القصائد الرائعة بسبب ما كان فيها الأفلاج من مياه ومن أيضا أفلاج تجري ومن نخيل ومن بساتين رائعة. هذه المزرعة ليست فقط خذ برتقال وتوكل على الله، لا، مزرعة تعريفية تعليمية. هذه بيوت محمية لأنواع من النعناع، من أيضا باذنجان، من الطماطم إلى آخره، يعلمك يعني أن هذا بيت محمي وأنواع الورود إلى آخره، يعني شيء رائع، مزرعة تعليمية. الولد الصغير أنا أنصح الصغار أنهم يجون هنا يتفرجون، يشاهد وش فيها من بلاده، وأيضا يشاهد ماذا ينجح عندنا من مزروعات، ويعرف قيمة الشجرة. شوف ناظر النخيل الكهرب عليها، ناظر النخيل الباسقة هذه بعضها عمرها فوق 100 سنة. ناظر شوف شوف، يا سلام. هذا شجرة السدر الصيني، العبري الصيني. شوف طبعا ورقة كبير، وهذه جلسة. لكن الناس الله يهديهم، لم انك خلصت من مكانك يا اخي ضبط، حرام الرجال ما قصر، يعني قاعد يساعد ويزين. شوف بعض الناس فوضوي ما يعرف شيء اسمه ترتيب وتزيين، يا اخي ما يصير الكلام هذا. شل هذه نعمة، شلها فيها، شوف زبالة حاطة. لكن في بعض الناس يعني ما يقدر، طبعا صبعك ما يبسوه، خلاص نقص من وزنك شيء، مت. مثل ما جيت المكان نظيف خله مكان، خله نظيف. هذا برتقال طبعا كذبي، مو بصدقي، على اساس النعمة. رائعة جدا، لوحة جمالية رائعة. تبون اعطيكم واحدة؟ شجر الموز مكسيكو، شوف رهيبة، من احسن ما يكون حقيقة. جتني تخمة هناك البرتقال مرة. صح كعيران، طبعا المزرعة بالليل تطلع رومانسية هادية مرة، من أحسن ما يكون. ونعم الضيافة ما قصروا، من اليوم قهوة وشاهي. هات هذه سم الله عدوك، يا سلام. شكرا شكرا. الله، شوف الجبال والجو العليل، شيء جلسة سمرة من أحسن ما يكون. وش رأيك أبو فرح؟ ما شاء الله تبارك صراحة. الله يهني في مزرعته، عز الله خيرها ما شاء الله تبارك الله. شوف شلون فاتح حال الناس. اي نعم، هذه ربي بيوفقه ان شاء الله. الله يوفقه، الله يزيده يا رب، دنيا واخره. نعم. ويبارك بعياله، ويبارك بمزرعته. ترى هالشيء سبحان الله، ترى يتبارك يا جماعه هالشجر. شوف الشجره هذه ما صارت بهذا الطول الا من طيبه راعيها، بركه الله سبحانه وتعالى. يا سلام، شوف الناس. الله، قهوه تمر، ما شاء الله ما قصر مرة. جيان. نعم والف نعم. شرفتونا طال عمرك، وهذه مزرعتكم، مزرعه اهل الحريق ومزرعه الشعب السعودي كله طال عمرك. ولا لنا فضل عنك، الله يجعل ودك في الجنه ويسمع. جزاكم الله خير. بكره في الهيئه العامه للدواء والدواء، الله يحييهم من استقبالهم. مرحبا ومسهلا، متى الوقت المناسب؟ ابدا، الصباح الصوره عشان بس الساعه تجي. والله الصباح الساعه 10 11 في اسكو الواحد، لان الساعه 2 وطالب يسمي الساعه 2 قبل ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله طال عمرك وياك ان شاء الله. نعم، مرحبا. استقبال الناس وجه بشوش بيض واجه، سويت الواجب علي طال عمرك، ويشرفني طال عمرك، ويشرفوني بجايتهم، شرف لي انا منهم. الله يجزاك ثواب لك ووالدك، جعل والدك تبارك ان شاء الله. اخوي سعد كيف حالك؟ الله يطول عمرك. كلمه اخيره، انا ادري انك ما وضعتها لله عز وجل، تمام، ولا تبي لا تجاره ولا شيء. كلمه اخيره على اساس نشجع غيرك من التجار ومن الناس اللي عندهم حمضيات يفتحونها من اجل الدنيا ومن اجل الاخره ايضا. كلمه تقدمها يا سعد. والله الحمد لله، اول الحمد لله، الحمد لله، هذا شيء من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. الحمد لله. وهذه الحمد لله يعني نعمه من الله، فما بنعمه ربك بحدث. ان الحمد لله دخول هالمواطنين وفي دخولهم في المزرعه وفرحتهم
والقطف من الشجر واكل تذوق من الشجر على الطبيعه شيء يسعدني. وشفت الابتسامه في المواطنين جميع وفي من دول الخليج طال عمرك ومن العوائل من اهلنا كلهم, يعني شيء يجملنا. وهذه طال عمرك المزرعه ميب لي سعد الخثلان وليد, لا هذه طال عمرك لاهل الحريق وللشعب السعودي, وهذا تاج على روسنا طال عمرك. والمزرعه هذه تمثلها للحريق كلهم وتمثل للشعب السعودي كله, وهذه مفتوحه بيبانها ليل نهار طال عمرك للجميع كلهم ومده 10 ايام وممكن جدد حسب طلبهم. اذا بغوا زياده انا مستعد واخليها لهم شهر طال عمرك. وهذا طال عمرك يستاهلون, واقل شيء اقدمه لديرتي واهلها طال عمرك. طيب الله وجهك وشرفتوني بدخولكم اليوم وابتسامتكم وتشريع, هذا تشريف لي انا طال عمرك. كلن والله يمشي من اليوم وانا امشي بالممرات كلن يدعي لي. الله يجزاك بالخير. كلن يدعي لي. الله يطول عمرك. جزاك الله الف خير سواء اللي حضر واللي ما حضر. الله يطول عمرك. ما سويت الا واجب, وهذا واجب علي ان شاء الله. والحمد لله اتمنى انهم يسعدون واتمنى انهم يلقوا الراحه ويسامحونا على قصور. كان ما جاء مني قصور. ما في قصور, ما في قصور, ما في قصور. الله جزاك الله خير. واذا الله حب عبد خلى كل الناس تحبه. بارك الله فيك. جزاك الله خير. انا ما اعرفك من اول لكن الان حبيتك بزياده. احبك الله. تمام. ولا والله ما نقولها لا نفاق ولا رياء, ولكن اذا حصل شخص ينفع البلد مثلك الله يطول عمرك. تمام. الواحد يفتخر فيه ويحب راسه. تسلم تسلم. اجعل والديك في الجنه. بيض الله وجهك. شكرا لك. شكرا. في امان الله. هذه شجره القشطه عرفتوها؟ شوفوها ناجحه من احسن ما يكون بالصحراء. يا سلام. الحين عاد مشينا استودعناكم الله بأمان الله بالليل جلسة حلوة للعوائل. يا سلام هذه البنبرة شف ضخمة مزرعة خضراء. هنا نرقى هالجبل رايحين. طبعا ظلام اليوم ما فيها قمرة. تمام. تعال يا مشعل معي. تعال ما عليه. تعال تعال يلا. هذا مشينا يا محمد. يلا يلا مشينا. والله نتعب كلها عشانكم على اساس تشوفون تغطية رائعة, ولكن الطريق خطير. والمشكلة بهالجبال الثعابين هي اللي تخاف منها, لكن بالليل وناسة.